أعلن المناسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه السابع اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر. وأضاف رشوان أنه من المقرر أن يعقد المجلس لقاء تعارفيا مع المقررين العموميين والمقررين العموميين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والاستماع لوجهات نظرهم، وكذلك البدء في وضع مهام مقرري اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات في جلسات اللجان الفرعية التي سيضعها المجلس، وإعمالا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار. فسوف يصدر مجلس الأمناء فور انتهاء اجتماعه بيانا يرسل إلى وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات.